السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا بيكم، ويتجدد اللقاء مع الله سبحانه وتعالى. رمضان كريم علينا كلنا. مع الله نلتقي لنتعلم، لنتأدب، لنتعرف، لنتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. والنهاردة الحقيقة هنتكلم عن معنى مهم جدا جدا جدا، وهو رب العالمين. الحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى. من رب العالمين؟ كل الناس، كلنا في عالم مختلف، عالم الإنس وعالم الجن وعالم البشر وعالم الحيوانات وعالم الجماد، سبحان الله في ملكه عز وجل. ولذلك الإمام ابن القيم بيعلمنا حاجات مهمة جدا، فبيقول إن الإنسان بيتعرف على ربنا سبحانه وتعالى من طريقتين. أول حاجة النظر إلى مفعولاته سبحانه وتعالى. الحاجة التانية النظر إلى آياته، إن إحنا نقرأ القرآن نتدبره ونفهمه، فنبدأ نفهم ونبدأ نقرب ونبدأ نتعلم مع الله سبحانه وتعالى. فالنظر في آياته سبحانه وتعالى. والأمر التاني النظر إلى مفعولاته. الله سبحانه وتعالى يفعل معنا أمور كثيرة، ويجعل لنا في التقرب معاه أبواب مختلفة، فدي مفعولات ربنا معانا سبحانه وتعالى. حاجة مثلا زي فيروس كورونا، البلاء الكبير، تلاقي ليه مداخل، وتلاقي ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا نتعامل معاه ازاي، وازاي نصبر على البلاء. النهارده ناس محتاجه تاكل، ناس محتاجه النهارده حد يدعمها، ناس محتاجه ادويه، ناس محتاجه كذا. كذلك مثلا من ابواب الخير الكتيره اللي ندخل بها على ربنا سبحانه وتعالى هو بند العطاء والانفاق والصدقات. ولذلك رب العالمين تبارك وتعالى علمنا كده، ان احنا كلنا نلجأ له سبحانه وتعالى. ليه؟ لأنه هو الخالق، هو المدبر، هو الملك، هو الرزاق، هو الذي يأمر، هو الذي ينهي سبحانه وتعالى. ولذلك من عجائب ده إن لما مثلا تجد حادثة، واحد اتخبط في حادثة ولا اتصدم بعربية ولا حاجة، فتجد الناس اتلمت حواليه، طب يا جماعة ايه الاي دي بتاعه، وفين البطاقة، وفين كذا وفين كذا وفين كذا. فمرة من المرات وخلال حادثة كبيرة جدا، حد بيقول يا جماعة هو ملوش اب، يعني مش عارفين ده تبع مين ولا ابوه اسمه ايه. فحد قال ان لم يكن له اب فإن له رب، فإن له رب. فربنا سبحانه وتعالى رب العالمين بيعلمنا كده، بيعلمنا ان احنا نقرب منه، ان احنا نفتح معاه ابواب خير كثيرة جدا جدا. ابواب خير زي الصلاة، زي النوافل، زي الصيام، زي القرآن، زي الصدقات، زي العطاء. وربنا سبحانه وتعالى يعلمنا ان انت ما تخليش خيرك يقف لحد كده وبس، خلي خيرك يكمل. ليه؟ لان رب العالمين سبحانه وتعالى اول وآخر، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى. إحنا لنا بداية ونهاية، هنموت وهنسيب الدنيا، بس ما تخليش حياتك تنتهي بموتك. فوانت بتتعامل مع رب العالمين تبارك وتعالى، دايما فكر في العبادات والطاعات اللي تقرب بها منه سبحانه وتعالى، ويبقى لك بها ذكرى مع نفسك ومع الناس اللي موجودة ومع رب العالمين سبحانه وتعالى، تثاب عليها حتى يوم الدين. ولذلك ربنا عز وجل رب العالمين تبارك وتعالى، وإحنا بنتعرف عليه الخالق المدبر المهيمن له الأمر والنهي والسيادة، قال تبارك وتعالى حينما علمنا ذلك: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. أنت تغرت ليه؟ ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. هل الدنيا خدتك؟ هل نسيت اخرتك؟ هل نسيت ان انت من مالك الحلال تعطي زكاتك وتعطي صدقتك؟ هل انت نسيت ان انت مع مثلا لك علاقات او انت كذا كذا كذا؟ ما غرك بربك الكريم؟ انت ليه بعيد؟ انت ليه مش واخد بالك؟ انت ليه محتاج تركز اكتر في عبادتك؟ محتاج تركز اكتر مع نفسك، ومحتاج تركز كمان مع ربنا سبحانه وتعالى، ما تسيبش الدنيا تاخدك وتسحبك علشان ما تقعش، وفي الاخر هتقف على رجليك مش هتلاقي حاجه تسندك، زي عباده ولا طاعه ولا صلاه ولا عمل خير ولا انفاق ولا صدقات. تعالوا بينا نبص كده مع بعض على حياتنا بتمشي ازاي مع رب العالمين، وايه الحاجات اللي نركز عليها ونهتم بيها، ونبدا نبص عليها بشكل عملي قوي علشان تجيب لنا مردود في الدنيا وكمان في الآخرة. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فاصل ونكمل، خليكم معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيها المشاهدون الكرام، من هذا المكان ومن هذا البلد الطيب، من قرية العربان، نجع العربان التابعة لربيعة مركز ذكرنس دقهلية، حيث أتينا إلى هذا المكان ومسجد
النور هذا المسجد الذي تشاهدونه أمامكم الآن، المسجد كان مقام على مساحة 150 متر، وربنا سبحانه وتعالى قيض وجند أهل الفضل وأهل الخير، ومن جهود أهل المكان بدأوا يعني يتعاونوا مع بعض لحد التوسعة، قاموا بتوسعة المكان لما وصل 550 متر. المسجد زي ما حضراتكم شايفينه وقف دلوقتي، يعني لا فيه لا نجارة ولا فيه محارة ولا فيه سباكة ولا فيه أي حاجة، فهو محتاج اللي فيه قبة ومحتاج لسه تكلفة كتير. فطبعا احنا بنفتح المجال أمام أهل الفضل وأهل الخير، واحنا المكان محتاج لإسهامات ومساعدات أهل الفضل، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيكم وأن يهيئ لهذا المكان من يتبناه، لأن المسجد هنا في مكان في مسيس الحاجة الحقيقة والله إلى تبرعات وإلى نفقات وإلى أعطيات أهل الفضل وأهل الخير. طبعا زي ما حضراتكم شايفين المسجد ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مقام على مساحة 550 متر. المسجد طبعا حضراتكم شايفين القبة لم تكتمل، وزي ما حضراتكم شايفين النجارة وأعمال المحارة وتحت أعمال السباكة. فإحنا بنناشد أهل الفضل في كل مكان المساهمة في إقامة واستكمال مسجد النور بنجع العربان بالتابعة لقرية الربيعة مركز ذكرنس محافظة الدقهلية. ونذكر بقول الله تبارك وتعالى: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه. وقول الله تبارك وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ونذكر بحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. فأين أنتم يا أهل الفضل من هذا المكان؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يقيض وأن يجند لهذا المكان من يسهم فيه ومن يمد له يد العون. بارك الله فيكم وفي أموالكم وفي أهليكم وأولادكم، وأسأل الله جل وتعالى أن يجعل أموالكم في مرضاته. وأذكر بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح إلا وملكان يناديان، ملكان يدعوان، ملكان يقولان: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم جميعا صالح الأعمال. مع الله سبحانه وتعالى، مع رب العالمين تبارك وتعالى. الحقيقة أنا مش عايز أنسى إن إحنا دايما وإحنا في شهر الخير كده إن إحنا يبقى لينا إسقاط على باب من أبواب الخير. لا شك إن أبواب الخير كتيرة جدا، لا شك إن أبواب الخير مفتوحة قدامنا في كل عباداتنا، في كل حياتنا، في التعامل مع رب العالمين سبحانه وتعالى. أظن إن إحنا كمان من أبواب الخير الكبيرة جدا جدا هو باب العطاء والإنفاق وباب الصدقات الجارية. يمكن احنا في امس الحاجه في العالم كله في كل مكان، لان كل واحد مننا يعيد ترتيب افكاره ويعيد ترتيب دماغه في الخير اللي بيعمله. النهارده بقى النهارده محتاجين في وضع بلاء ووباء زي كورونا وغيرها ان احنا بنتكلم عن رب العالمين، بنتكلم عن اسماء الله الحسنى، ولكن لا ننسى ابدا دور الخير اللي احنا لازم نعمله ودور الصدقات الجاريه اللي احنا كلنا محتاجينها. والنبي صلى الله عليه وسلم علمنا كده ان اذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث: منهم صدقه جاريه، منهم ولد صالح يدعو لها، منهم علم ينتفع به. ولذلك من ابواب الخير الكبيره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا عليها ان في سبع حاجات الاجر بيستمر معاك لحد يوم القيامه حتى لو انت كنت مت، منهم بناء المساجد. ولذلك انا ارى كمان هتيجي تقول لي دلوقتي المساجد يعني عشان الوباء وعشان الحظر وعشان دي اجراءات وقائيه، طبعا وده صح جدا علشان لا ينتشر الامر، ولكن تخيلوا كده بقى لما نساعد ونساهم في بناء مساجد، في بناء مساجد اللي هي بيت ربنا، بيت رب العالمين سبحانه وتعالى. من اسباب ان احنا نتعرف على رب العالمين ان احنا نعرف ده في بيته، في مسجد ربنا سبحانه وتعالى. الناس الاطفال اللي عايزه تحفظ قران، الناس اللي عايزه تحضر خطبه الجمعه، اللي عايزين يصلوا تراويح ولا تهجد، تخيلوا كده لما الحظر ده يرفع يجدوا ان هذا المسجد اللي بيخدم
قرية مثلا ولا مكان كبير، ربنا عز وجل جعلنا كلنا أسباب إن هذا الخير يقضى وهذا المسجد يقام. ويا بخت اللي هيقدر يشارك ويساهم في بناء مسجد ويشارك فيه بقدر ما يستطيع. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا من بنى لله مسجدا إلا بنى الله له بيتا في الجنة. الحقيقة الثواب ده لما بقف قدامه دماغي بتقف كتير قوي. متخيل إن أنا لما شارك في بناء مسجد وأنا بتكلم عن رب العالمين، ودي تجارة رابحة مع رب العالمين، وإحنا قلنا إن في حلقاتنا هيبقى لنا باب من الخير هنأكد عليه دايما، وهو باب المساجد. إن إحنا هنتكلم عن أسماء الله الحسنى، وأيضا ما هي أسماء الله الحسنى دي إحنا بنشوفها في المساجد، بنشوفها على جدران المساجد. فإحنا عايزين نكتر من المساجد، عايزين المسجد بدوره القوي إنه يقام. النهاردة في ناس بتقول أنا واجعني قوي إن أنا مش بروح المسجد. إن شاء الله تعالى قريبا ربنا يرفع هذا الهم وهذا الوباء وهذا البلاء عن الأمة كلها ونرجع للمساجد. فما بالك بقى لما تفرح ناس كتير كمان في إن هم يصلوا في المسجد، إن هم المسجد اللي كانوا نفسهم فيه لقوا بقى موجود وبقى قائم فبيصلوا فيه. فالنهاردة أسماء الله الحسنى بنجسدها في عبادتنا مع ربنا سبحانه وتعالى، وكمان جوه المساجد. وما تنساش إن دي صدقات لن تنتهي أبدا. وأنا بقول تاني، من بنى لله مسجدا إلا بنى الله له بيتا في الجنة. أنت متخيل إن أنا آجي وحضرتك وحضرتك نروح يوم القيامة نلاقي لنا ملك في الجنة؟ الملك ده بتاعي. إيه الملك ده؟ قصر، بيت ربنا عز وجل بنهولي. ليه؟ لأن أنا شاركت على قد ما أقدر في بناء وإقامة مسجد، وده باب من أبواب الخير اللي احنا لا نغفلها أبدا مع الله تبارك وتعالى. رب العالمين سبحانه وتعالى اتعلمنا والعلماء علمونا أن مفيش عبادة من غير معرفة. يعني أنا أطيع ربنا إزاي وأعبده إزاي وأنا معرفوش؟ ولذلك المعادلة إيه بقى؟ يقولك لا عبادة إلا بمعرفة، ولا معرفة إلا بحب. ما انت النهارده عشان تعرف حاجه عن مثلا عن علم معين لازم تحب العلم ده، تحبه فتبدا تعرف عنه. فبالتالي العلاقه مع الله تبارك وتعالى عشان تصدق عبادتك مع رب العالمين تبارك وتعالى ان حضرتك محتاج وحضرتك محتاجه ان احنا نعرفه، وبعد ان نعرفه ان احنا بنحبه قوي 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 قوي. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل سيدنا معاذ بن جبل لاهل اليمن عشان يدعوهم للاسلام في وقتها، فقال له انت هتروح لام اهل كتاب، أول حاجة تعملها إيه؟ أن يوحدوا الله يعرفوه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه بقى؟ فإذا عرفوا الله، لما إيه؟ يعرفوه. البداية معرفة، لما يعرفوه تمام الحتة دي أمان، نقول لهم بقى على الصلاة والزكاة وغيرها. وبالتالي ده بيعلمنا أن العلاقة مع ربنا سبحانه وتعالى تبدأ بعلاقة المعرفة. اعرف مين ربنا، إنه خالق، إنه رازق، إنه مدبر، إنه سبحانه وتعالى كما قال سيدنا إبراهيم الذي خلقني فهو يهدين. خلقني ويهدين، يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. خلي بالك من الأدب بقى مع الله سبحانه وتعالى، هنا أدب مع رب العالمين. في إيه؟ ما قالش هو سيدنا إبراهيم علمني، قال إيه؟ الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني وإيه؟ ويسقين. بيتكلم عن ربنا. طب لما جيت في حتة المرض قال يمرضني ويشفين؟ قال لا، قال وإذا إيه؟ وإذا مرضت، وإذا مرضت فهو يشفين. سبحان الله، لما تعرف ربك تبارك وتعالى بتلاقيه قلبك بيحبه فتتأدب معه. ارجع كده لسيدنا أيوب، ما قالش يا رب انت ضرتني، يا رب انت أمرضتني، قال رب إني مسني الضر. ومن هنا من معنى رب العالمين ان اول درس نتعلمه بعد ان احنا نتاجر مع رب العالمين تجارة رابحة، الدرس الثاني الأدب معاه، الأدب مع رب العالمين تبارك وتعالى. وانا اديت مثال دلوقتي بسيدنا إبراهيم، وإذا مرضت فهو يشفين، مش هو أمرضني، لا، وإذا مرضت. سيدنا أيوب، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهنا صيغة الأدب مع الله سبحانه وتعالى. ارجع كمان لسيدنا يونس، الأدب والتسليم مع الله تبارك وتعالى، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ما قالش يا رب أنت ليه دخلتني بطن الحوت وحصل كذا كذا، قال وإذا مرضت فهو يشفين. قال إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال له إيه الأنبياء؟ قال رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فده تعديل سلوك مع ربنا. مهما يصيبك من بلاء ما تقولش يا رب عملت فيا كده ليه، ولا تشتكي الله إلى خلقه، بل دايما خليك مع ربنا وما كان ربك نسيا. نطلع لفاصل ونرجع نكمل مع الله، خليكم معنا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، كل البلد سبت البلد وطلعت
من دون ما فيش اي دخل خالص. النفر بيسرح بخمسين جنيه ماهيش مكفية عياله. مسجد اهو معدوم، عايز نور، عايز مية، عايز كهرباء، عايز شبابيك، عايز بيبان، عايز القبة تتعمل، عايز المسجد يتعمل، ما فيش اي حاجة خالص خالص نهائي. طريق معدوم. الظروف الظروف الناس يا اخ محروس، يعني مش ممكن الناس هنا يعني تجمع من بعضها وتكمل مسجد؟ والله العظيم ما فيه ولا فيه. الناس سابت البلد ومشت من قلة ما فيش. مش قادرة تأكل عيالها. تمام يا حاج سيد، الله يبارك لك. الله يبارك فيه. اللي احنا عايزين الوقتي من المكان ده في ناس بتتابع القنوات اللي احنا بنزيع عليها. في دلوقتي احنا بنزيع على القنوات الفضائية، والصوت بتاعنا هيوصل، وصوتكم دلوقتي من مكان ده من خلال الكاميرا اللي بتسجل، الصوت بتاعكم هيوصل في كل مكان في الدنيا إن شاء الله. وفي ناس في خارج مصر وفي ناس في الدول تانية بتتابع وبتشوف البرنامج ده، وهيجوا النهارده يقولوا ان احنا فعلا عايزين نساهم معاهم. ربنا يمد في عمرك. طيب الله يبارك لك. شوف انت حضرتك عايز تقول ايه للناس دي ان صوتك هيوصلهم. احنا عايزين الجامع يتوضى. عايز الجامع الجامع يتوضب. لما انت شايف المحارة ما اتعملتش ولا السباكة ركبت ولا الانارة. انا شايف الكهرباء والمحارة وشايف النجار واقف، الجامع والسباكة كل حاجة والقبة والمئذنة كل ده لسه. ان شاء الله الجامع يتكمل من نور، من كهرباء، من بلاط، تمام، من كبة، من شبابيك، تمام، من بيبان، من ارضية. فاحنا قصدين الله وقصدينكم ان شاء الله تكملون الجامع. ما انا بقول لحضرتك دلوقتي يا حاج شحاتة ان في ناس يعني في دول تانية وناس عندها ربنا من عليها بالخير وبالفضل، والناس فيها خير كبير صراحة يعني، وامة محمد صلى الله عليه وسلم بخير ان شاء الله، والخير باقي في الامة الى يوم القيامة ان شاء الله. والناس فعلا عايزين يوصلوا للاماكن اللي زي دي، فاحنا عايزين نقول لهم رساله. تحب تقول لهم ايه يا حاج شحاته للناس الطيبين؟ ربنا يكمل عليهم يا رب عينهم ويصلح حالنا وحالهم. عايزينهم يكملوا لنا الجامع من بلاط، من شبابيك، من بيبان، من نور، من كل حاجه. طبعا ما شاء الله المسجد زي ما سيادتك شايف ان هو كان يعني ما فيش لا محاره ولا كهرباء ولا مدنة ولا مأذنة ولا اي حاجه. وطبعا احنا ناس كلتنا يعني النفر بيشتغل بخمسين جنيه. تمام. ناس فقراء على قدنا. ربنا يبارك فيكم. ما فيش اي حاجه غير زي ما سيادتك شايف، واحنا عاوزين بيت ربنا يكمل. تمام. ما احناش عاوزين اكتر من بيت ربنا ان هو يكمل. الله يفتح عليك ان شاء الله. وعشمنا والعشم كبير هو بيت ربنا ان شاء الله. بيت ربنا هيكمل اكتر من كده. وربنا سبحانه وتعالى هو بفضله واهل الخير ربنا موجودين. هو اللي هيسخر له ناس اهل فضل وهياتي بقلوبهم الى هذا المكان. ربنا يحوش عننا الوحش يا رب. احنا امة يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. اهلا بكم مع الله. قال الله تبارك وتعالى: قل اغير الله ابغي ربا. هل انت فعلا عندك غير ربك سبحانه وتعالى؟ قل اغير الله ابغي ربا وهو رب كل شيء، سبحان الله في ملكه. احنا بجد محتاجين نقرب من رب العالمين، ومحتاجين نبني في حياتنا حتة مهمة جدا. احنا لو بصينا على حياتنا هنلاقي كلها بتمشي وفقا لكلمة الرصيد. الرصيد اللي في البنك علشان لو حصل لي حاجة الحق اعمله، الرصيد اللي في الموبايل علشان لو انا عايز اتكلم، الرصيد اللي في كارت الكهرباء او كارت المية علشان هشحن عشان يبقى عندي مية ولا كهرباء. فاحنا بقينا في الحياة بنمشي بفكرة الرصيد. الرصيد اللي معانا اللي هنبني بيه، او الكارت اللي بنتحرك بيه وفقا لان انا محتاج كذا او كذا او كذا او كذا او كذا. حلو اول كلام ده، بس انا عايز اضيف عليه: هل انت تعرف رصيدك ورصيدك مع ربنا كام؟ هل انت تعرف رصيدك بجد؟ انت عند ربنا رصيدك قد ايه؟ وانت عند ربنا رصيدك قد ايه؟ فكرة الرصيد بتتبني من حاجات كتير، بتتبني من العبادات، بتتبني من الطاعة، بتتبني من الاخلاق، بتتبني كمان من عمل الخير. في الرصيد ده في كارت ما بيخلصش. في الرصيد ده في كارت لا ينتهي، ما بيخلص. الرصيد ده ما بيخلص أبدا. ربنا سبحانه وتعالى قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. فالرصيد ده لا ينتهي أبدا. والآخرة خير وإيه بالظبط؟ وأبقى. فالرصيد ده برضو لا ينتهي. فاوعى تخلي حياتك كلها الأرصدة بتاعتها بتنتهي بموتك، بتخلص بسرعة. خلي دايما رصيدك مع ربك مستمر ومكمل معاك. ارجع كده للرصيد، هتلاقيه موجود في عمل الخير، هتلاقيه موجود في بناء مسجد، هتلاقيه موجود
في عباداتك مع ربك من فرائض ومن نوافل، في صيامك لرمضان، في الدعاء بتاعك، في كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. افتكر كده كل حد انت عملت له خير، كل مسجد انت شاركت في بنائه، مش ده رصيد مع ربنا؟ انا عايزك بقى كمان تبص على كل دمعة، كل دمعة نزلت من فرحة لوجود خير او لمسجد او لشنطة رمضان او لغيرها. كل واحد فرح من قلبه انه بقى يصلي في المسجد لان المسجد بقى موجود. كل واحد سبح او صلى او اتوضى او حفظ قرآن. كل واحد سمع كلمة طيبة. كل خطوة منبر لامام او داعية او شيخ من علمائنا ودعاتنا من الازهر والاقاف وغيرهم، كل ده في ميزان حسناتنا حتى يوم القيامة. فدايما فكر في رصيدك مع ربنا، ما تخليش رصيدك فاضي. ولذلك الشيطان بيزحف على قلوبنا مع رب العالمين لما يكون القلب فاضي، فبيلاقي الدنيا واسعة، فيبدأ الشيطان يدخل بقى يغويك بمعصية، ويا عم أخر الخير. دايما يخليك تأخر الخير، دايما يخليك تأخر الطاعة. ولذلك لو بصينا كده على كلمة الرصيد، لو رجعنا لسيدنا يونس عليه السلام هنجد ربنا سبحانه وتعالى قال لنا رصيده. قال تعالى: فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه، في بطن الحوت، إلى يوم يبعثون. فده رصيد مع ربنا سبحانه وتعالى، نجاه في وقت الشدة. كمان أهل الناس اللي دخلت الغار واتقفل عليهم الصخرة، كان من ضمنهم واحد عنده أمانة، واحد عنده بر والدين، وواحد عنده كذا. الفكرة هنا رصيدك مع ربنا قد ايه، رصيدك مع رب العالمين وانت بتطيعه. لان ربنا علمنا ان في نعم ثلاثة موجودة: نعمة الايجاد، ان ربنا اوجدك اصلا علشان تعمر الارض وتعبده وتساعد في الخير وتوجد كمان في قلوب الناس خير ورحمة. نعمة الامداد، انه اداك اكل وشرب وهواء وحاجات كتير جدا. ثلاثة: نعمة الهدى والارشاد، انه ارشدك للخير وللطاعة ان انت تعملها، ان انت دلوقتي بتسمع خير، بتسمع عن رب العالمين، بتسمع عن ربنا تبارك وتعالى وعن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. مش ان انا قاعد بتفرج على كذا ولا كذا وحياتي، لا لا لا، في رصيد بيتبني ليك دلوقتي. من ضمن الرصيد اللي انت تفكر فيه ثلاث جوانب: جانب يتعلق بك انت، عبادتك والنوافل بتاعتك والفرائض بتاعتك، جانب يتعلق بالأقربون من صلة الرحم ومن بر والدين ومن كذا ومن كذا ومن كذا، وجانب يتعلق بالناس اللي حواليك من العطاء والصدقات والزكاة وعمل الخير. الفكرة هنا ان انت تبني مع ربك رصيد علشان لما تحتاجه تلاقيه، علشان لما تقول يا رب بحق هذا العمل، بحق ان انا بنيت مسجد، بحق ان انا استصدقت على كذا، بحق ان انا كذا، ارجع للرصيد ده وانا كنت مخلص فيه. انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، اجد عند الله سبحانه وتعالى. ولما في الآخرة ألاقي عندي بيت في الجنة لأني كنت سبب مشارك في هذا الأمر. قال صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا إلا بنى الله له بيتا في الجنة. نطلع لهذا الفاصل ونرجع نكمل، خليكم معنا. أقسم بالله العظيم، أقسم بالله العظيم، كل البلد سبت البلد وطلعت من دون ما فيش اي دخل خالص. النفر بيسرح بخمسين جنيه ماهيش مكفية عياله. مسجد اهو معدوم، عايز نور، عايز مية، عايز كهرباء، عايز شبابيك، عايز بيبان، عايز القبة تتعمل، عايز المسجد يتعمل، ما فيش اي حاجة خالص خالص نهائي. طريق معدوم، الظروف الظروف الناس يا اخي محروس، يعني مش ممكن الناس هنا يعني تجمع من بعضها وتكمل المسجد. والله العظيم ما فيه ولا فيه، الناس سابت البلد ومشت من قلة ما فيش. مش قادرة تأكل عيالها. تمام يا حاج سيد، الله يبارك لك. الله يبارك فيه. اللي احنا عايزين الوقتي من المكان ده، في ناس بتتابع القنوات اللي احنا بنذيع عليها. في دلوقتي احنا بنذيع على القنوات الفضائية، والصوت بتاعنا هيوصل، وصوتكم دلوقتي من مكان ده من خلال الكاميرا اللي بتسجل، الصوت بتاعكم هيوصل في كل مكان في الدنيا إن شاء الله. وفي ناس في خارج مصر، وفي ناس في الدول تانية بتتابع وبتشوف البرنامج ده، وهيجوا النهاردة يقولوا ان احنا فعلا عايزين نساهم معاهم. ربنا يمد في عمرك. طيب الله يبارك لك. شوف انت حضرتك عايز تقول ايه للناس دي اللي صوتك هيوصلهم. احنا عايزين الجامع يتوضى. عايز الجامع الجامع يتوضب لما انت شايف المحارة ما اتعملتش ولا السباكة ركبت ولا الانارة. انا شايف الكهرباء والمحارة وشايف النجارة واقف الجامع والسباكة، كل حاجة والقبة والمئذنة، كل ده لسه ان شاء الله الجامع يتكمل. من نور، من كهرباء، من بلاط، تمام،
من قبه من شبابيك تمام. من بيبان من ارضيه فاحنا قصدين الله وقصدينكم ان شاء الله تكملون الجامع. ما انا بقول لحضرتك دلوقتي يا حاج شحاته ان في ناس يعني في دول تانية وناس عندها ربنا من عليها بالخير وبالفضل والناس فيها خير كبير صراحه يعني وامه محمد صلى الله عليه وسلم بخير ان شاء الله والخير باقي في الامه الى يوم القيامه ان شاء الله والناس فعلا عايزين يوصلوا للاماكن اللي زي دي فاحنا عايزين نقول لهم رساله تحب تقول لهم ايه يا حاج شحاته للناس الطيبين ربنا يكمل عليهم يا رب عينهم ويصلح حالنا وحالهم عايزينهم يكملون الجامع من بلاط من شبابيك من بيبان من نور من كل حاجه طبعا ما شاء الله المسجد زي ما سيادتك شايف ان هو كان يعني ما فيش لا محاره ولا كهرباء ولا مدنة ولا مأذنة ولا اي حاجه وطبعا احنا ناس كلتنا يعني النفر بيشتغل بخمسين جنيه تمام. ناس فقراء على قدنا ربنا يبارك فيكم ما فيش اي يعني ما فيش اي حاجه غير زي ما سيادتك شايف واحنا عاوزين بيت ربنا يكمل تمام. ما احناش عاوزين اكتر من بيت ربنا ان هو يكمل الله يفتح عليك ان شاء الله وعشمنا والعشم كبير هو بيت ربنا ان شاء الله بيت ربنا هيكمل اكتر من كده وربنا سبحانه وتعالى هو بفضله واهل الخير ربنا موجودين. هو اللي يسخر له ناس اهل فضل وهياتي بقلوبهم الى هذا المكان ربنا يحوش عننا الوحش يا رب احنا امه يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب في نهاية حلقتنا من مع الله كنا بنتكلم عن رب العالمين سبحانه وتعالى اللي أنا عايز أقول أبواب الخير كتيرة جدا ما توقفهاش عندك اعبد ربك سبحانه وتعالى وافتح لنفسك أبواب خير كتيرة جدا جدا تجد بها الثواب والخير والعطاء الشمس والبدر من آثار قدرته والبر والبحر فيض من عطاياه الطير سبحه والوحش مجده والموج كبره والحوت ناجاه والنمل تحت الصخور الصم قدسه والنحل يهتف حمدا في خلاياه والناس يعصونه جهرا فيسترهم والعبد ينسى وربي ليس ينساه دايما نكمل مع بعض على خير مع الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.